النهاردة المحاضرة التالتة أونلاين. إن شاء الله النهاردة هناخد الفصل السادس. الفصل السادس بيتكلم على البنوك التجارية وكيفية إدارتها. هنتكلم الأول في فلسفة إدارة البنوك التجارية. في البداية خالص لازم نفرق يعني إيه بنك تجاري ويعني إيه بنك مركزي. إحنا خدنا المحاضرة اللي فاتت عن البنوك المركزية وقلنا ليه وظائف معينة البنك المركزي. وظيفته الأساسية هي الإصدار النقدي، بعد كده بيعتبر هو بنك البنوك وبنك الحكومة، وبيقوم بعملية المقاصة في الأوراق المالية، وبيقوم كمان بالدور المقرض النهائي للبنك التجاري. النهاردة هناخد مع بعض النوع الثاني أو الفصل الثاني، بيتكلم على البنوك التجارية. يعني ايه كلمة بنك تجاري؟ كلمة بنك تجاري هو اي بنك احنا بنتعامل فيه زينا كلنا. لما بنروح اي بنك هو ده البنك التجاري، بنك الاهلي، بنك القاهرة، بنك اسكندرية، كل ديت اسمها عندنا في الاقتصاد commercial banking او البنوك التجارية. ايه هي وظيفة البنك التجاري؟ الوظيفة الأساسية للبنك التجاري هو أنه بيقوم بدور وسيط مالي، هي دي وظيفته الأساسية. مهما عمل وظائف تانية فهي بتبقى وظائف ثانوية، إنما وظيفته الأولية أو الأساسية عندي هي أنه وسيط مالي. يعني إيه وسيط مالي؟ يعني بمعنى بسيط جدا، بياخد الودايع من الأفراد اللي ما عندهمش قدرة في تشغيل او استثمار هذه الاموال ويديها لفرد تاني. الفرد ده هو اللي بياخد القرض منه، اللي عنده قدرة في الاستيراد او عنده قدرة في الاستثمار بس ما عندوش القدرة المالية، فهو بيبقى وسيط ما بين الاتنين وبياخد الفايدة بتاعته او النسبة الفرق ما بين الفايدة اللي بيدفعها والفايدة اللي بياخدها، هي دي بتبقى المكسب بتاعه. وبالتالي البنوك التجارية هي عبارة عن منشآت أعمال تهدف إلى الحصول على الأرباح من خلال قيامها بالحصول على المدخلات أو استئجارها، وهنا بنقصد بها الودايع، وبين معدلات الفائدة على الإقراض اللي هي القروض والاستثمارات اللي الفرد بيدفعها. وخلال هذه العملية بتقوم البنوك بخلق التزامات عالية السيولة، قصيرة الأجل للمدخرين، ثم تستخدم المتحصلات التي تحصل عليها لشراء أصول أقل سيولة وطويلة الأجل مثل القروض والسندات والرهانات. طب إيه الأقسام اللي بتقوم فيها البنك؟ بيقول لي هنا سوف نعرض في الأقسام التالية تطور نظرية إدارة البنوك ومكمن الخطورة اللي بتحمل الإدارة في طياتها، قبل أن نتطرق إلى الاتجاهات الحديثة في إدارة وإداء البنوك التجارية. ففي حين ركزت النظريات المبكرة للإدارة المصرفية على فلسفة الإقراض، هنا فلسفة إدارة الأصول، فقد ركزت المداخل الحديثة في إدارة البنوك على إدارة أصول والالتزامات البنك، وذلك أثناء سعيها لتعظيم ثروة أصحاب البنك، ودي بنصب بها حملة الأسهم. بنيجي بقى اختبار البنك أو اختيار البنك. النقطة دي مهمة جداً. اي بنك في الدنيا نفسه يحقق ربحية ونفسه يحقق اعلى معدل ربحية وبالتالي يحقق اعلى ربح ممكن، وفي نفس الوقت بيخاف هو بيحقق الربحية العالية دي انه يحقق مستوى عالي من المخاطر. فدي دايما مشكلة عند البنك. هنا عندنا نقطة مهمة جدا، ان احنا عندنا دايما علاقة طردية ما بين المخاطر وما بين الربحية. كل ما الربحية بتزيد طبيعي جدا المخاطر بتزيد، وبالتالي تستطيع البنوك التجارية زادت أرباحها عن طريق قبول المزيد من المخاطر. يبقى عندنا ممكن يجي سؤال في الامتحان بسيط جدا، توجد علاقة طردية ما بين معدل الربحية ونقط، ويديني في الاختيار. دايما المعدل الربحية بيبقى علاقة طردية مع المخاطر، وبالتالي قبول المزيد من المخاطر كل من الائتمان والسيولة ومعدل الفايدة، إلا إن كل هذه المخاطر تعرض سلامة البنك للمخاطر العالية. وتعني سلامة البنك أنه يستطيع الحياة كمنشأة مستمرة أو يستطيع الاستمرار في الحياة والعمل. وحتى يستطيع البنك أن يستمر في العمل فأنه يجب عليه أن يحقق التوازن بين مطالب ثلاثة. دي أهم ثلاث مطالب لازم البنك بيحققها.
لازم يحقق مطالب المساهمين ان هم عايزين اعلى ربحية، ولازم يحدد للمودعين ان هم عايزين اعلى فايدة ياخدوها من البنك، ويحقق مطالب البنك المركزي انه يأمن المخاطر بتاعته. يبقى الثلاث حاجات دول لازم البنك يحط باله في او ياخد باله في الاعتبار في بيهم وهو بيقوم بإدارة البنك بتاعه. فإذا اعتقد حملة الأسهم، نوصل حملة الأسهم هنا المساهمين في البنك، أن البنك محفوف في المخاطر وأن أرباحه منخفضة، فسوف يعبرون عن عدم رضاهم عن عمل الإدارة، وذلك من خلال اندفاعهم نحو بيع أسهم البنك، مما يؤدي لانخفاض أسهم البنك، وده بيعمل مشكلة للبنك بعد كده انه ما يقدرش يزود رأس المال بتاعه بإصدار أسهم جديدة. نيجي النقطة الثانية المهمة برضو في فكرة إدارة البنك التجاري، هي يسار البنك. وبنقصد دي باليسار بتاع البنك، هي بمعنى بسيط جدا نسبة الأصول أو القيمة السوقية للأصول بعلاقتها بالقيمة السوقية للالتزامات. احنا خدنا طبعا في المحاسبة ان دايما في واحنا بنعمل الميزانية دايما مجموع الاصول لازم يساوي مجموع الالتزامات، مجموع الاصول لازم يساوي مجموع الالتزامات. انما في لو جينا خدنا القيمة السوقية بقى، مش شرط القيمة السوقية للاصول تساوي القيمة السوقية للالتزامات، هنا بقى بنركز على القيمة السوقية، ملناش دعوة بالقيمة الدفترية. احنا طبيعي عارفين ان في القيمة الدفترية دايما ان الاصول هتساوي الالتزامات. طب سوقيا هل الالتزامات اكتر ولا الاصول اكتر؟ وبالتالي بيقول لي انا من المعتاد بتكون نسبة الرأس المال مجموع الى الاصول في البنوك التجارية في المتوسط بتبقى 10%، وهذه النسبة تعتبر شديدة الانخفاض بالنسبة لاشكال اخرى من منشآت الاعمال. ويشير انخفاض نسبة رأس المال إلى مجموع الأصول في البنوك إلى دلالات آتية. أول حاجة، بيقدم أصحاب البنك سوى نسبة قليلة من الأموال لشراء مجموع أصول البنك، بحيث أن النسبة الباقية من الأموال قد يقدمها دائن البنك. تاني نقطة مهمة جدا، أن مجرد انخفاض أو إهلاك بسيط في قيمة أصول البنك يمكن أن يجعل البنك معسرا. ومن المتعارف عليه ان المنشأة تصبح معسرا عندما، دي النقطة بقى لازم ناخدها في الاعتبار، تكون قيمة التزاماتها السوقية اكبر من قيمة اصولها السوقية. ودي اهم نقطة عندنا، امتى يبقى البنك معسر؟ لما قيمة الالتزامات السوقية بتاعته تكون اكبر من قيمة اصوله. طب امتى البنك يبقى فيه يسار؟ البنك بيكون فيه يسار لما قيمة الاصول السوقية اكبر من قيمة الالتزامات السوقية. وتشير السيولة الى قدرة البنك لتوفير مسحوبات الودائع وسداد الالتزامات الاخرى عندما يحل معاد استحقاقها. وعادي بيقوم بعض المودعين بسحب الاموال والشيكات، بينما يقوم البعض الاخر باضافة اموال لوادحهم. فاذا لم يكن لدى البنك ما يكفي من الاموال المقابلة لطلبات المودعين، يكون في حالة إفلاس، لأنه لم يستطع أن يغطي الالتزامات القانونية للمودعين وغيرهم من الدائنين. وبتقع البنك هنا في المأزق، ودايما دي دايما بنقولها مأزق الإفلاس أو مأزق البنك، إن البنك مش عارف يعمل إيه. هل يعين أصول كتير عنده أو سيولة كتير عنده ويحقق السيولة بس مش يحقق الربحية، ولا يعلي الربحية وهيزود المخاطر بس برضه هيقلل السيولة؟ فدايما البنك عندنا في نقطة اختلاف أو في نقطة مأزق للإفلاس. ايه هما النقطتين دول؟ الحالة الأولى، عندما يصبح البنك معسرا بسبب الخسائر التي تصيب أصوله أو محفظة استثماراته، بحيث أن نقل أصوله من التزاماته بشكل يسفر عن اختفاء رأس المال. الحالة الثانية، عندما يكون البنك بعملات مرتفعة الربحية، يبقى هنا هيركز على الربحية، إلا أنه يفضل في استيفاء طلبات السيولة من المودعين وغيرها في غيرها من الدائنين، ودي مخاطر السيولة. المشكلة الرئيسية برضو أمام أي إدارة مصرفية هي إزاي نعمل توافق ما بين الأهداف المتعارضة. إحنا اتفقنا دلوقتي إن الربحية بتتعارض مع اليسار والسيولة، الأمر بيكون صعب حله. فإحنا عندنا كذا أمثلة، بقول لك يمكن أن تتحقق السيولة من حيازة أذون الخزانة فقط. هي يعني أذون خزانة هي أوراق مالية قصيرة الأجل بتحسب بالأيام،
بتبقى اللي مصدرها الخزانة العامة للدولة أو وزارة المالية، ودي سهل جدا بيعتها أو سهل جدا تسييلتها، يعني سهل إن أنا أروح أبيعها وأجيب فلوس. غير إن هذه الاستراتيجية وإن كانت يمكن أن تحقق سيولة عالية ومخاطر منخفضة، إلا إن أرباحها المحققة منها هتكون منخفضة، لأن العائد على أذون الخزانة ضعيف جدا. برضو بتستطيع إدارة البنك تحقيق أرباح عالية إذا قام البنك بتحويل محفظة أصوله إلى قروض عالية المخاطر ومرتفعة العائد على حساب القروض الجيدة. ويعني إيه قروض جيدة؟ قروض منخفضة المخاطر والاستثمارات عالية السيولة، إلا أن البنك قد يكون معرض للإفلاس بسبب الخسائر القروض عالية المخاطر وبسبب انخفاض السيولة. تاني نقطة بقى وتالت نقطة هي ارتباط السيولة واليسار، حيث يتعرض البنك للإفلاس بسبب هلع المودعين والدائنين الآخرين عندما يندفعوا نحو البنوك عندما يتوقعون خسائر عالية من القروض أو استثمارات البنك، بحيث يتسبب اندفاعهم إلى وقوع البنك في أزمة سيولة. عندنا قبلي قد أظهرت الدراسات المتعلقة بإدارة السيولة عندها نقطتين مهمين، إنه يمكن إدارة السيولة من خلال إدارة الأصول كما اتضح ذلك في التبويب وتصنيف النظريات السابقة عرضها، وعندنا نظريات بتتكلم على إدارة الالتزامات، إنه يمكن إدارة السيولة من خلال إدارة الالتزامات بحيث يمكن الاستحواذ على السيولة من جانب الالتزامات بقائمة مركز مالي. وفي الواقع بتحصل بنوك على السيولة من كل من جانب أول، والتزامات وسنقوم بدراسة كل من الجانبين كما يلي. ودي أهم حاجة يا جماعة، إن إحنا لما ندرس إدارة البنك، إدارة البنك هي إدارتين، إدارة أصول وإدارة الالتزامات. الأصول ديت المصادر أو الاستخدامات بتاعة الفلوس، والالتزامات هي مصادر الأموال، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لما بنقصد بالأصول بنقصد باستخدامات الأموال، البنك جاله فلوس هيستخدمها في إيه، ده معنى كلمة أصول. إنما الالتزامات البنك بيجيب فلوسه منين. فبدراسة الأصول التي في حوزة البنك التجاري يمكن أن نلخص النتائج الآتية: أول حاجة إن الاستثمار في الأوراق المالية أقصى سيولة من القروض المصرفية، وذلك بسبب القدرة العالية لهذا الاستثمار على التداول في الأسواق التمويلية. تاني نقطة إن الاستثمارات قصيرة الأجل أقصى سيولة من الاستثمارات طويلة الأجل بسبب انخفاض مخاطرها السعرية. وعندما تستخدم إدارة البنك التجاري هذه النتائج في إدارة الأصول، فإن استراتيجية إدارة الأصول تقوم على أساس تصنيف الأصول المصرفية إلى أربع مجموعات أساسية: أول حاجة الاحتياطيات الأولية، الاحتياطيات الثانوية، قروض مصرفية، الاستثمارات اللي بتوفر الدخل، والمزايا الضريبية. وسوف نتناول هذه المجموعات الأربعة كما يلي. هنبدأ نتكلم عن كل واحد بالتفصيل. يعني احتياطيات أولية هي عبارة عن الأصول النقدية في قائمة المركز المالي للبنك، وبتتكون من النقدية بالخزائن، الودائع في البنوك المراسلين، الودائع في البنك المركزي. والاحتياطات دي متاحة في الحال بدون أي تكلفة لتغطية مسحوبات الودائع، ويحاول البنك دائما أن يحافظ على احتياطياته الأولية عند أدنى حد ممكن لأنها لا تضر أي فوائد. النوع الثاني من الاحتياطيات احتياطيات السنوية، هي عبارة عن أصول قصيرة الأجل يمكن تتحول بسرعة إلى نقدية، وذلك بسعر قريب من سعر الشراء، يعني مش بنخسر فيها كتير. وديت أكبر مثال عليها هي أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل. رقم 3 هي القروض المصرفية، بعد أن يكون البنك قد استوفى احتياجاته من النقدية في شكل احتياطات أولية وثانوية، يقدر يستطيع البنك بقى أنه يستخدم الباقي عنده من الأموال في أنه يدي قروض مصرفية. تستطيع إدارة البنك التركيز على عملها الأساسي عند استخدام الأموال المتاحة لديه وعقد القروض لمنشآت الأعمال والأفراد، والتي تكون بصفة عامة السيولة وأكثرها من الأصول الأخرى في البنك التجاري. ونتيجة لذلك بتدر القروض المصرفية عائد أعلى من كل الفوائد على الأصول الأخرى للبنك، وبالتالي توفر إمكانيات كبيرة لتحقيق الأرباح في البنك التجاري.
رقم 4 عندنا الاستثمارات. بعد أن يقوم البنك باستيفاء الطلب على القروض، فإن الأموال المتبقية لديه تصبح عندئذ متاحة للاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل في الأسواق المفتوحة. والوظيفة الأساسية لمحفظة الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل هو توفير الدخل والمزايا الضريبية للبنك وليس لمحفظة على السيولة. يمكن القول بصفة عامة إن الحجم الكلي للاحتياطات الأولية والثانوية اللي بيحتفظ بها البنك بيتوقف على كذا نقطة: قدرة الودائع على التقلب والتغير، السيولة المتاحة من مصادر أخرى، خصائص نظم الإشراف والرقابة على البنك، حدود المخاطر التي حددتها الإدارة. وبنيجي هنا نشوف مع بعض شكل الجانب بتاع الأصول في الميزانية لأي بنك تجاري ودرجة سيولتها والعائد بتاعها. فنيجي نبص كده مع بعض في الاحتياطات الأولية، بتكون من نقدية بالخزائن، ودائع لدى البنك المركزي، ودائع لدى البنوك الأخرى، ودي أموال متاحة فورا، دي ليكويديتي، فلوس سايلة، درجة سيولة عالية جدا، ملهاش أي عائد. إنما نيجي الاحتياطات السنوية زي أذون الخزانة وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، ديت أموال سهلة التداول، عالية السيولة وبس منخفضة العائد. ونلاحظ وجود العلاقة عكسية ما بين درجة السيولة والعائد، علاقة عكسية ما بين درجة السيولة والعائد. عندنا بعد كده القروض المصرفية، وقروض المصرفية بتحقيق الدخل، وده الهدف الأساسي منها بقى، إن احنا نجيب من دي مكسب. القروض المصرفية بالنسبة للبنك هي المكسب بتاعه، وبالتالي أقل سيولة بس العائد بتاعها مرتفع. نيجي للنوع اللي بعد كده، استثمارات في أوراق مالية، سواء أوراق خزانة، أوراق مالية حكومية، وسندات المحلية، ودي بتحقق دخل عندما تكون القروض المدمونة غير متاحة ومن أجل تحقيق مزايا ضريبية، بس هنا السيولة بتاعتها متوسطة وأكيد العائد بتاعها هيكون متوسط. نيجي للجانب الآخر بقى في إدارة البنك، وهو إدارة الالتزامات. إزاي ندير الالتزامات بتاعتنا؟ من الناحية التاريخية كان هناك اعتقاد بأن السيولة تأتي بالكامل من جانب الأصول في قائمة المركز المالي، وعلى هذا الأساس كانت البنوك بتنظر إلى هيكل الالتزامات بقائمة المركز المالي باعتباره مجموعة ثابتة من الأموال في الأجل القصير يجب تقبلها على ما هي عليه. وطبقا لذلك تقوم إدارة البنك بتكييف حيازتها من الأصول من أجل مقابلة التزاماتها، أخذة في الحسبان الخصائص المرتبطة بقابلية الودائع للتغيير والتقلب. وهنا بيعتبر أسلوب أو مفهوم إدارة الالتزامات أسلوب مكمل لإدارة الأصول كمصدر للسيولة وليس أسلوب بديل له، فلا زالت إدارة السيولة باقية باعتبارها المصدر الأساسي لسيولة البنك خاصة في البنوك الصغيرة. وإن استخدم مفهوم إدارة الالتزامات بشكل جيد فإنها تعتبر مفيد في تحقيق السيولة من نواحي مختلفة، زي أول حاجة عندنا تعويض تدفقات الداخلية والخارجية من الودائع وتقليل تقلباتها للتغير، وبذلك يمكن تعويض التدفقات الخارجية المفاجئة أو الغير متوقعة من الودائع في حال بيع شهادات الإيداع المصرفي. تاني نقطة، استخدام الأموال التي يمكن جذبها بواسطة إدارة الالتزامات لمقابلة الزيادة في الطلب على القروض من قبل العملاء. رقم 3، تخفيض الحيازة في الاحتياطات السنوية واستثمار هذه الأموال في أصول عالية العائد مثل القروض والأوراق المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال إذا احتاج البنك إلى أموال إضافية، أما بسبب الانخفاض المفاجئ في الودائع أو بسبب لطلب مفاجئ على القروض، فإنه يقوم طبقا لمفهوم إدارة الأصول التقليدي بتدبير السيولة عن طريق بيع أذون الخزانة أو بعض الأوراق المالية الحكومية الأخرى في سوق النقود من أجل الحصول على الأموال المطلوبة. وبالمقابل يستطيع البنك طبقا لمفهوم إدارة الالتزامات أنه يحصل على السيولة مش من جانب الأصول بقى، هيقدر يحصل على السيولة من جانب الالتزامات. يعني إيه؟ هيقوم بإصدار شهادات إيداع قابلة للتداول أو أي التزامات أخرى. ومع هذا لن يستطيع مفهوم إدارة الالتزامات أن يكون علاجا شافيا لجميع أمراض السيولة في البنك، ففي بعض الأحيان لا يستطيع البنك أن يجذب أموال جديدة من خلال أسلوب إدارة الالتزامات، أما بسبب عدم اليقين بقوة البنك في جذب الأموال أو بسبب فترات انكماش الائتمان. كده احنا خلصنا مع بعض إدارة الالتزامات
وإدارة الأصول. هيبقى فاضل لنا آخر جانب فيه هناخده المرة الجاية، هو جانب إدارة سعر الفايدة، وده هيبقى فيه جانب عملي. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، المحاضرة الجاية هتبقى فيها عملي، فنركز فيها يا جماعة مع بعض. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نلقى في المحاضرة القادمة بإذن الله.